معاكي كل ده قلتها يا بدأ منيح تحلم بس لسه في مصر مش حاطين السور في هون لانه الاول يعني الستار اكاديمي 1 طلع اول جوزيف شذا نادر عبد الله عبد العزيز حلو بعد ما ايه نفس بس مش شايلين الصور صور بعض نفس الشيء بس حلو عن جد حلو حمل قلبك كثير والله اجمل شيء عن جد بكره بس تظهروا حتعرفوا قد ايه عشتوا ايام كثير حلوه قد ما فيكم هيك تستفيدوا منها عن جد اول فتره ما حد حس ايه خلينا نشوف ايه تحت لا خلينا انا خلي واحد كم واحد اكسترا باد هون عندكم؟ اخر واحد وين؟ لا سالكم هلا هون هيدا بدك تعتبره مش موجود لانه كان في هيدي تحت وحده انا هون كنت اوه بطل هيثم هون عبد الله الدوسري اوكي عبد الله هون اول واحد هلا هون حاطين اكسترا باد بس هو هون انا شو اسمه هون مين كان في الله بدر كان نايم تحت الحرم تحت الجرس مين هو كوايدر محمد بس كان تحت هيدي يعني بتعتبر تحت وانا ما كانش فيه موجود هون زاهر ما كانش فيه هنا زاهر ما كانش فيه هنا لا هو نحن كيف كان موزعين اثنين هون واثنين بالعرض هنيك تحت الجرس دغري كل الجرس مزعج وفي حق انا كنت حاطط ثياب لك شو حلو جربت غسلني ولا لا؟ قول للسلطان وهيثم عبد العزيز اقول لك انتوا بالضروري وين خزينتك؟ كانت خزينتي انا هون كنت اخذ اثنين على بالاخر بالبوسه الاخر رحت تختم في اثنين بالعرض اذا بدك لحالك بس تصيروا اخر شيء ثلاثة او اربعة او اللي هن بالوحدة تعب نفسي صح؟ موت تتعب نفسي بتموت اخر شيء تتعب نفسيا؟ غير انه تتعب نفسيا لك خلينا بعد شوي عن لا بالعكس لا على طول بتصير كثير شباب بالنهاية خلي الشباب هنا انت انتوا بتعرفوا انه فوق ورا المرايات في كاميرات؟ من ايمتى هيدي؟ من ايمتى كمشتونه؟ لا نحن بعد شهر كنا قاعدين هون شفتوا حاجات هون يعني من اول نهار بصوا في حاجه كمان عندي لذيذ كمان هلا شوفوا ليا نطلع بقلبنا يمكن يكون فيها الله اعلم لا بس عن جد خليني اقول لك اللي شو اسمه اخر شيء بس تصيروا شيء اربع خمسه هونيك ال براس عذاب نفسي بتكونوا انتوا بدكم ايمتى تظهروا وبس تظهروا بعد يوم تتصل بمدام فيلا بتقولوا لها خلينا نرجع من العالم برا بس حتى نحن اخر فتره صار عنا كذا براد من هون صار يجيبوا لنا كل شيء هيك شيء بس يوعينا شوي لانه طلع انا ونادر كنا اخر شيء انا ونادر ومحمد كويدر طلع بنادر انا يفهم علي دغري بتيجي نكون خالص نسخ طلع ببعض هيك لانه نركض على طول منه طول ما بنروح فيها يعني ممنوع ننام كنا بالنهار بس ما فيكي خلص تتعب اخر شيء خلص يعني احنا هلا انا ورانيا يعني كل شوي ننام انا حتى ساعد منه بليز بس بدي هلا لا بعد ما تعبتوا ما بنتعب عليه بس شو التعب هيك غريب انه بس مخبرين عم ننام ما في سبب لا لك انا نصيحة ما تناموا هلا مدام ميري بتقول لكم نام بس ما تناموا كثير لا عن جد استفيدوا كل لحظة عيشوا كل شيء كسروا اوكي صرنا مليان غلط اكتب الكفايات بعد ولا بعد؟ كان شيء خلص الساعة كريم 7 يعني شجاع اكتب الكفايات انا نصيحة نحن محلاوي وين اختها؟ محلاوي حرام اول ضحيه كانت بعرفي اذا خبرتك هيك محلاوي الضحايا بص عملنا ضرب وقتها بهان زتنا عليها لبن
خلطة يعني لبن معفن صار شيء شهر مع بيض مع خبيته في الخلطة استحية أي حدا جيب ورا ولا أطلع ورا بيض بيض ني أكيد يعني مش شهدة لبن صار شيء شهر مينيموم مهم زتنا لها عشارة بطريقة ما إذا كده بتنتقم هي ستنا لجوا على الأوضة سكرنا البان تجي مين محلاوي يعني بكل ثقة جاي محلاوي فبعدين تعال شبابنا نتصالح وكذا مين في انا ونادر ورا البيت كنا فنفتح نادر بيقول لي افتح هكا هكا وما بعرف كيف نادر بيحكي الحكي بتوني فوق وانا هكا يعني من هيدا الشكل قلت له هكا فتح الباب بعد محلاوي بدأت لنا انا بعرف بوجه وبلشت هون وقتها ما فينا نقشع بعض طلعنا مع بعض لانه ما عندنا لبن معفن لانه البنات قالوا لي شو كل المعفن ما في بقى عندنا شيء خلاص مش مشكله يلا من الشباك واحنا نسرب الموضوع لا لا بلا طفايات حريق شباب لا انا كنت بشوف كل السنين وكانت الاكاديمي كلها بتتدعبس بجد نسيت انا مدام دول بجد يعني زعقتهم جامد ايه لا بلا لا لا الجردان مفتوحه فوق عادي ها كشف ايه ياكم نحن اول جمعتين ثلاثة فتحوها اجا سكر ولا اخر جمعتين ثلاثة لا جامع مليك مرة جربان ان هو يمكن عمله لا ممكن عمله حلو جو جميل بلا نحن اول سنة نحن فتحنا المسبح نحن اللي نزلنا بالمسبح اول شيء بليز لا عن زال اول سنة كنا نحن حدا بدربكم؟ ايه مين؟ سيفاك بدربكم؟ بعد ما اجا احنا كنا دولفين تيم وكان ما بعرف شو الثاني الباسكت وما باسكت فريق الباسكت وفريق ال بس الحلو انه كنا نخسر يعني اللي بيسبحوا كانوا يخسروا فريق الباسكت بالباسكت يعني لو حتى لك معلش لو حدا حاجه نجرب عشان خدوا مننا كل حاجه خمسة لا ما بمشي ما بمشي من هون شرفوا صفوا لنا في التاريخ ما تطورنا الله يسامحك ما على لا زايدين عليها هوك فوتي فوتي سعد هون هون لا يلا ناخذ لا 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 يا بلا بلا ولو انت الشباب بتلعب حظ عليهم ولا من مكان بيجي بتفوتوا دغري بس عن جد حلو حلو بس هنا حتى الديكور كله مغير تقريبا مين عم بيلعب بالياف؟ انا بيفوت انا رئيس لا غير صح اه ولا هذا لا هيدي فوت ولا هيديك اه هيدي لا انا بلعب هيديك طب يلا يا خليني اسرح شي شي شغله هيك حتى اكيد انتوا شفتوا انا بكتبهم اكيد اه انتوا الدنيا انت الاخبار كلها عني كانت يلا 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 انا ما بتدخل انا يعني افتكيت ما حدا